عجبتني هذا السؤال تاعك. اها المرة اللي فاتت جاتني فكرة باش ندير خبز الباهي. اها من بعد شكون جاني الاتصال، يعني اللي نسقسي هي شاف لمياء. اتصلت فيها سير بلاس، قلت لها راح نسي اليوم وصفة خبز الباهي. قالت لي يا ايمن انا عندي وصفة تاع خبز الباهي، لا تحب نعطيها لها؟ قلت لها معليش انا عندي الوصفة، اعطي السر تاع النجاح تاعها. قالت لي هي ضرب السكر مع والبيض، البيض، هي اني كنت نسيت. ما ديريش النواشف فوالا مع لا شابلور وكما يعملوها بزاف ناس. طريقة رائعة. السكر نطلعوه بالباتور بالخلاط فوالا الكهربائي هكاك ندير. مع البيض، تولي خفيفة وتعطي له خفة. رغم اني اول مرة نسيه نهار اتصلت فيها ازيك؟ وخرج نعم. لي نتيجة كيما هذه، ويعني صح واش لاحظت يعني في الوصفات تاوعي، كي ضربت هذه الوصفة خرج خفيف. يجي خفيف لانه علاش كي تخلطيه بالفويه غير هو. هكا برك وترمي المكونات والنواشف هذيك، يجيك ثقيل وهابط وما يطلعلكش. نعم، لكن ولا يعني شرف كبير انه شيف لامياء كي تمدي هذوما هذه الطريقه، هذا السر هذا، لانه نشوفوا انه بعض مع احيانا الاسف احيانا ما يحبوش يمدوا السر باش يخلوا دائما وصفه شوف لهم. هذه نقولها نمد حتى في اللايفات، نعمل فوالا لايفات عبر الصفحه ديالي وين نمد لهم كامل، والله ما خبيت حاجه ليا. ونقول كاين بنات بلادي بالك ما يقدروش يعملوا اي صح. لي زاتوليي هادو هذا واش اللي نقول لهم، خاصين فوالا لي لايف بالدراهم، تاعها ما همش لايف تاع وصفه، هي ورشه ورشات ورشه ورشات متكامل مجانيه. الاثر. اليوم عندنا كمثال شاف العرايش ايمن. كمثال، انا نعم واحد من الناس في الوصفه تاوعي في الحلويات ولا المطبخ الجزائري كي ندير وصفه، والله تلقايني الوقت تاع الفيديو قصير، لكن نستغل الحاجه اللي حتى الناس ما هاد تعرفهاش، الأسرار اللي الاسرار يعني تمدها بوكو للناس بليس حتعرفها. في اليوتيوب. كيف كيكون عندي الوقت يعني طويل في اليوتيوب، نهضر 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 نهضر، نلقى لي كومونتير يعني حاجه مليحه، واش يقولوا لي الله يبارك تفهم.